الآن إلى صوت جميل، إلى صوت إنشادي، سينشد قصيدة من قصائد الشاعر شاعر الجوف رحمة الله عليه المنشد بدر الحارثي، وقصيدة رجاء الإله لنا شامل. رجاء الإله لنا شامل، وما هو عن نصرنا غافل، نعد صواريمنا للعدا وسيف الإله هو الفاصل. رجاء الإله لنا شامل، وما هو عن نصرنا غافل، نعد صواريمنا للعدا وسيف الإله هو الفاصل. وسيف الإله هو الفاصل. يظن العدو بنا أننا قتلناهم وهو القاتل، يظن العدو بنا أننا قتلناهم وهو القاتل، رمينا ولكنه قد رمى، ونفعل لكن هو الفاعل، رمينا ولكنه قد رمى، ونفعل لكن هو الفاعل، ونفعل لكن هو الفاعل. رجاء الإله لنا شامل، وما هو عن نصرنا غافل، نعد صواريمنا للعدا وسيف الإله هو الفاصل. وسيف الإله هو الفاصل. نسوس الأمور بتدبيره، ومهما نقل فهو الفاعل، نسوس الأمور بتدبيره، ومهما نقل فهو الفاعل، نقوم بحق إله السماء، ولا يستوي الحق والباطل، نقوم بحق إله السماء، ولا يستوي الحق والباطل، ولا يستوي الحق والباطل. رجاء الإله لنا شامل، وما هو عن نصرنا غافل، نعد صواريمنا للعدا وسيف الإله هو الفاصل. وسيف الإله هو الفاصل. ومن كان بالله مستعصما فإن الإله له كافل، ومن كان بالله مستعصما فإن الإله له كافل، ومن كان ناركم فوقه غدا تحته وهو النازل، ومن كان ناركم فوقه غدا تحته وهو النازل، غدا تحته وهو النازل. وصلى الإله على المصطفى نبي الهدى ما سرى راحل، وصلى الإله على المصطفى نبي الهدى ما سرى راحل،
عرض مرئي آخر سنتابعه بعد قليل مع الأستاذ خلفان خلاص هناك خلفان البوسعيدي الذي سيقدم لنا عرضا مرئيا حول هذا الشاعر وحول المخطوط بالتحديد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ولا ريب أنني كلفت بتتبع مضاني القصائد الشعرية، وحقيقة الأمر يعني قمت قبل أكثر من عقدين من الزمان، قبل أكثر من 20 عاما، وأنا أبحث عن شعراء عمان قاطبة، ولا سيما هذا الشاعر المفلق الأديب البارع المر بن سالم بن سعيد الحضرمي الملقب بشاعر الجوف، الذي له القصائد له الكثير الكثير من القصائد المتنوعة، سواء كانت في المدايح أو في الوصف أو في المراثي أو غيرها من أغراض الشعر التي طرقها هذا الشاعر الكبير. وجزى الله خيراً أحفاد الشيخ بما قاموا به من هذه الوقفة تجاه هذا العالم الشاعر الكبير، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته، إنه سميع مجيب. هذه القصيدة التي هي تهنئة للسلطان فيصل بن تركي، كما استمعتم على أن شاعرنا كان من قبل قد لقب بشاعر السلطان فيصل بن تركي، وصاغ في جنابه الكثير الكثير من القصائد، وأمامكم هذه القصيدة: أيا سمد سبقت إلى الفخار، وملت إلى الغطارفة الكبار، وطبت النفس إذ نلت الأماني، فقر اليوم عينا بالقرار. ليس هو موضوعنا، وإنما كلفت يعني أرقام. طبعا هذه القصيدة توجد في مكتبة وزارة التراث والثقافة الموقرة في مخطوط يعني مجموع شعري تحت رقم 767. كذلك أيضا توجد هذه القصيدة ضمن مجموع يطلق عليه مجموع يعني قصائد أيضا في مكتبة وزارة التراث والثقافة العمانية، وأيضا يوجد بمكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي. القصيدة الأخرى قالها أيضا شاعرنا قالها أيضا شاعرنا الشيخ المر بن سالم الحضرمي في السلطان فيصل بن تركي: هذه البشائر تترى فاسقي يا ساقي، والأرض ترقص من تيه على ساقي، والوقت قد طاب والأيام مشرقة، والدوح مد بأغصان وأوراق. وكما استمعتم إلى المذيع المقدم قرأها أمامكم. هذه طبعا توجد أيضا من ضمن مجموع شعري في مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي، وأيضا ضمنها يعني الأديب البارع الشيخ محمد بن راشد الخصيبي في كتابه شقائق النعمان في أسماء شعراء عمان. القصيدة الأخرى أتى بعهد الإمام سالم بن راشد الخروصي عليه رحمة الله. طبعا شاعرنا صاغ في جنابه أيضا الكثير الكثير من القصائد التي توزعت عبر الوثائق والمخطوطات في مكتبات شتى. هذه القصيدة: أتى النصر والتمكين والفتح والظفر، إمام الهدى بشراك قد ساعد القدر، ولاحت نجوم السعد وانتشر الهدى، وقام منار الحق في الأرض واشتهر. توجد من ضمن مجموع صفحة 35 رقم 710 في مكتبة وزارة التراث والثقافة، ومخطوط طبعا. أيضا يوجد من ضمن توجد هذه القصيدة في ضمن مخطوط يطلق عليه يعني أشعار وخطب بمكتبة الشيخ مصبح بن مرهون بن حميد الحضرمي المنحي. عثرنا على هذا المخطوط قبل تقريبا 4 أشهر، ونحن نشكر الأخ مرهون يعني بن مصبح على تسليمه لنا يعني هذا المخطوط، وهو حافل بقصائد الشيخ المر بن سالم بن سعيد الحضرمي. القصيدة الأخرى أيضا قيلت وجدتها في كتاب في مكتبة وزارة التراث والثقافة
في كتاب تهاني الإمام. هذا الكتاب طبع في زنجبار سنة 1332 للهجرة، وهو مخطوط لا يزال يعني في مكتبة أو دار المخطوطات مكتبة وزارة التراث. طبعا هذه القصيدة: جنود الله هبوا للقتال فثم نشموا رائحة العوالي، جنود الله هبوا واستعدوا بأنفسكم لنصرة ذي الجلال. قد يتساءل بعض: جنود الله، وتنصب المضاف في النداء كقولهم يا صاحب الرداء، أي يا جنود الله بتقدير يا النداء المحذوفة. جنود الله في الجنات حور أعدت للمجاهد والموالي، إلى غيرها من القصائد يعني الأخرى. هذا طبعا أمامكم القصيدة مضمنة بكثير من المراجع مليئة، يعني نقلتها كثير من المخطوطات، من ضمنها يعني مجموع شعري في مكتبة وزارة التراث تحت رقم 757، وكذلك أيضا مجموع آخر يعني شعري في مكتبة وزارة التراث تحت رقم 1393، أيضا كتاب خطب وأشعار، وأيضا نقلها الحضرمي يعني الشيخ مصبح بن مرهون، وتوجد أيضا في مكتبة الشيخ العلامة سال بن حمد الحارثي، ومكتبة أيضا توجد في زنجبار كما ذكرت من قبل في الكتاب. هذه بعض النماذج، هذه أيضا من ضمن يعني القصائد الفتوحات، واستمعتم قيلت هذه القصيدة: أدعى نزوى أزعج الرستاقة أم لبيا، في بعض النسخ أم لبتا، كلتاهما أشواقا. على كل حال هذه القصيدة توجد في مجموع شعري صفحة 56 في مكتبة وزارة التراث والثقافة تحت رقم 9694، وأيضا توجد في مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي 9694 فيما أحسب، إن كان هناك بعض الأرقام يعني. قصيدة أخرى في عهد الإمام سال بن راشد الخروصي رحمه الله: رجاء الإله لنا شامل، توجد هذه القصيدة في مجموع شعري صفحة 32 رقم 767 في وزارة التراث والثقافة، وأيضا في مجموع آخر صفحة 39 710 في وزارة مكتبة وزارة التراث والثقافة أو يطلق عليها دار المخطوطات. أيضا توجد في مكتبة الشيخ سال بن حمد الحارثي، وتوجد في كتاب تهاني الإمام المطبوع بزنجبار. قصيدة أخرى في ذكر فتوحات الإمام سال بن راشد: أرى النصر وافانا وهذه البشائر، ودارت على رغم الحسود الدوائر، وأشرق بدر السعد في كل بلدة، ليوث عرين في البلاد كواسر. هذه توجد نقلها الشيخ الخصيبي الشيخ محمد بن راشد في كتابه شقائق النعمان. قصيدة أخرى: شرح طويل به صدر العلا، شرح مالت به الأرض واهتزت به فرحا، أيضا نقلها الشيخ الخصيبي. أيضا قصيدة في مدح الشيخ محسن بن زهران بن محمد العبري، هذه القصيدة طبعا على هذا الشكل دائري الأنيق مربع، يعني: محسن أنت في الفخار وحيد، وكذا أنت للأنام عميد، محسن أنت في السماحة بحر، مثل ما أنت في الرجاحة طود، وهي موجودة بمكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي. قصيدة أخرى في مدح الشيخ زهران بن محمد بن زهران العبري الذي توفي وهو صغير السن، عمره لا يتجاوز 22 عاما. أيضا الشيخ مدح هذا الشاب الطموح بقصيدة من ضمنها بقصائد من ضمن هذه قصيدة أمامكم: على السيوف تقر بالأغماد، وتطيب نفسا بعد فتح الوادي، فتحت صياصيه وليس سوى القنا، والمشرفي لهن من مقلادي، إلى آخر القصيدة. طبعا هذه نقلها الشيخ العلامة سماحة الشيخ إبراهيم بن سعيد العبري في كتابه تبصرة المعتبرين تاريخ العبريين صفحة 146، وتوجد أيضا في مجموع شعري يعني في مجموع قصائد في مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي تحت رقم 1817. أيضا قصيدة في مدح الشيخ سعيد بن محسن العبري، وهي بخط الشيخ العلامة إبراهيم بن سعيد العبري، واستمعتم أيضا لبعض يعني أبياته: يا هاجري هجر الوسن، هذه قصيدة قيلت من قبل.
أيضا قصيدة في مدح الشيخين زهران وسعيد بني محسن بن زهران العبريين، بعد عندما طلب منه أن يرجع مرة ثانية إلى الحمراء فاعتذر الشيخ المر ربما لظروف صحية، وصاغ طبعا قصيدة ليحيي هذين الشيخين الجليلين. أتانا فقلنا بعد تقبيله أهلا، كتاب غدا صعب الزمان به سهلا، أتانا فحيانا بأسنى تحية وذكرنا أهلا فقلنا له أهلا. هناك قصائد كثيرة، أيضا قصيدة في مدح الشيخ زهراء بن محمد، أخرى قصيدة في السيل الذي اجتاح نزوة سنة 1332 للهجرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير أستاذ خلفان، ونعلم أن الذين يبذلون جهدا كبيرا في المخطوط يعني يفترض أن نمنحهم مزيدا من الوقت. والسؤال الآن للأستاذ مصطفى، إذا كان الأستاذ خلفان قبل قليل ذكر بأن آخر مخطوط حصل عليه كان قبل 5 أشهر، هل يعني هذه القصائد في هذا المخطوط ضمت إلى ما جمعه الأستاذ مصطفى؟ هذا ما سنعرفه أيضا من خلال الأستاذ مصطفى بن زاهر الحضرمي الذي سيقدم مشروع دراسة وتحقيق قصائد لشاعر الجوف. تصون والثياب قد تشف، والثياب قد تشف، توشك العين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة على رسول الله الذي قال إن من البيان لسحرا. ورقة العمل التي سأقدمها اليوم تتحدث عن مشروع بحثي قمت به قبل 14 عاما من اليوم، أي في عام 2004 تقريبا 2003. كان هذا مشروع للتخرج، وكان في معهد العلوم الشرعية هذا البحث يعتبر بحث كبير جدا مقدس عند الطلبة لما له من رزاحة بين المواد العلمية، فلذلك يقضي فيه الطالب ما يقارب السنة أو السنة والنصف في البحث. نبدأ بسم الله. مكونات ورقة العمل: المقدمة وثلاثة محاور، وللعلم ما ترونه من خلفيات في الشاشة هذه هي قصائد الشيخ المر، خلفيات الورقة. بسم الله. في المقدمة بداية: الهدف من جمع الديوان. 2 منهج جمع القصائد وأماكن وجودها وأعدادها. 3 الصعوبات والعوامل المساندة. الهدف من جمع الديوان: بداية عندما بدأت هذه الفكرة تراودني للبحث في هذا الشاعر، لم أجد أي كيان بحثي أو ديوان أو صفحات متوالية تجمع شيئا عن هذا الشاعر، لذلك أقدمت عليه لما سمعته من يذكر ما يذكر في الأوساط عن هذا الشاعر، فأحببت أن أخوض هذا الغمار ولو أنني لم أوفي عشر معشاره، لأن الشاعر عاش 94 عاما، وهذه قصائده قوتها. يعني الآن لم نتجاوز تقريبا، لم نجد إلى الآن إلا تقريبا 30 أو 35 قصيدة تقريبا، فهل يعقل أن الشاعر عاش 94 عاما ونتاجه 94 أو 50 قصيدة، 34 أو 50 قصيدة؟ لا، ولكن قصائد كثيرة تفرقت في الكتب وربما فقدت لعدم وجود كيان بحثي متكامل عن حياة الشاعر وأعماله الأدبية الكاملة. 2 تدارك ما تبقى من أشعار للشاعر حفاظا عليها من الضياع، حيث فقد كثير منها لعدة عوامل وربما سيأتي ذكرها هذه العوامل فيما بعد. 3 من الأهداف: إن الديوان إضافة مهمة للمكتبة الأدبية العمانية والعمانية والعربية بشكل عام، لأن أي حرف أو أي كلمة أو أي سطر أو أي صفحة فيها فائدة للعلم أضيفت للمكتبة العمانية هي فائدة للمكتبة العربية.
2 المنهج الذي اتبعته في تجميع القصائد وأعدادها. بداية قبل كل شيء اقتفيت أثر القصائد المخطوطة التي كانت في أيدي الأحفاد. هناك كانت قصائد كثيرة في أيدي الأحفاد، بعضها كانت موجودة ورقية مخطوطة لديهم، وبعضها في صدورهم. في صدورهم ولله الحمد سيأتي في النقل عن ألسن الأحفاد، أحفاد الشاعر، نقلناها عن أحفاد الشاعر. أما الورقية فأخبرت كما أخبرني حفيد الشاعر المتوفى قبل عام من الآن رحمه الله، أحمد بن مطر بن المر الحضرمي، أخبرني بأنه بيده سلم أحد المسؤولين والمهتمين بالتراث 40 قصيدة، لكن للأسف اختفت تلك القصائد. لا نعلم سبب فقدانها، هل هي فقدت، هل طمست، فالله أعلم. أخبرني بأنه قبل 40 سنة، يعني في 80s هذا القرن، سلمه 40 قصيدة، ولكن للأسف لم نجدها. ما وجدناه، وجدناه داخل الكتب، ولم نجد يعني أوراق مستقلة. وعشان كي لا أنسى السؤال الذي طرحه الأخ بدر الشيباني، هذه القصيدة التي وجدها الأخ تقريبا خلفان لم تضف إلى الديوان، ومن سعر الطالع بأنني وجدت مؤخرا لله الحمد قبل تقريبا شهر، وجدت من أندر القصائد التي كانت للشاعر، وهي مقامة كمقامات الحريري وغيره، وهي مقامة طويلة جدا حوت الشعر حوت الشعر العمودي والتربيع، وحوت يعني نظام المقامات. هذا قبل شهر من الآن تقريبا، والله الحمد وجدتها. كي لا نتأخر، قمت بالتواصل مع الأفراد والمؤسسات المهتمة بالتراث. ورد في الأثر بأنه من لم يشكر الناس لم يشكر الله، وأنا من هذا المنبر أقدم شكري لمن كان بداية الانطلاق من القصائد التي هي مكتوبة، وهو الشيخ القاضي سعيد الحديدي، للأسف أظنه لم يحضر. كان لديه ما يقارب من 20 قصيدة أو 22 قصيدة، ولله الحمد أول خطوة استلمت منه هذه القصائد، وهي التي الآن يضمنها الديوان. ثانيا الأستاذ خلفان بن سالم البوسعيدي، عندما بدأت بالبحث في مكتبة السيد جزاه الله خيرا، كان يوافيني أولا بأول بالقصائد التي يجدها كونه عاكفا في تلك المكتبة. أعداد القصائد، نادرا ما كنت أجد أكثر من نسخة واحدة لكل قصيدة، ولكن في السنوات الأخيرة وفي الأشهر الأخيرة ولله الحمد وجدت تقريبا لكل قصيدة نسختين أو 3، وقد تصل إلى 4. الصعوبات والعوامل المساندة، كانت أصعب نقطة هي البداية، لأنني أخوض في غمار لا أدري أوله ولا آخره، لأنه لم تكن هناك سيرة للشاعر نهائيا، لم تكن سيرة مكتوبة للشاعر إلا ما ندر في بعض الكتب كشقائق النعمان فقط، يعني إشارات بسيطة جدا. فكانت صعوبة في تجميع معلومات عن سيرة الشاعر وكذلك القصائد، بسبب قلة المتوفر من المعلومات الشخصية عن الشاعر لانعدام معاصريه وندرة ما كتب عنه. الشاعر ليس بالقديم القديم حتى نجده مكتوبا في الكتب، ولا بالحديث الجديد كي نلحق على معاصريه ونتحدث معهم، لا يوجد حتى في الجيل الماضي من عاصر الشاعر. العوامل المساندة ولله الحمد كان حفظ أحفاد الشاعر لكثير من قصائده في صدورهم، وهذا ما نفعني كثيرا في البدايات. المحور الأول، الخلفية التي ترونها في الشاشة، هذه المدرسة التي درس فيها الأديب الشيخ المر بن سالم الحضرمي قبل 100 عام في الحمراء. الدوافع والأغراض الشعرية في شعر الأديب المر بن سالم، أولا مناصرة الحق، ونذكر مثال قصائد الفتوحات. قصائد الفتوحات كلها مناصرة للإمام سالم بن راشد والإمام عزام بن قيس البوسعيدي،
الدفاع عن العقيدة الإسلامية، وكمثال قصيدة الرد على العقبة الجزائري الذي تهجم على المسلمين عامة وعلى المذهب الإباضي خاصة، التي مطلعها تقدح في دين، سيأتي ذكرها إن شاء الله. ثالثا، خدمة العلم والعلماء. كان قبل أن يكون دافعا شعريا كان منهج حياة لدى الشاعر، لأنه كان منذ نعومة أظافره يتعلم، ثم بدأ بالتدريس، ثم طلبه شيوخ الحمرة، وكان في ذلك الوقت عمره 64 عاما، يعني طلبوه وهو في عمر 64 عام، يعني طول السنوات الأولى وهو يدرس وهو للعلم باب. واستشهدنا بتقريض كتاب هيميان الزاد لقطب الأئمة كمثال. الأغراض الشعرية لدى شاعر الجوف: شعر الحماسة، لا يكاد تخلو منه قصيدة من قصائد الفتوحات، كذلك الشعر السياسي، وأيضا ندخله في شعر الفتوحات مثل قصائد مناصرة الإمام عزان بن قيس ومناصرة الإمام سالم بن راشد الخروصي رحمهم الله جميعا، المديح، مدايح سلطان فيصل بن تركي كثيرة جدا، وما وجدنا منه إلا القليل. وصلنا إلى 10 دقائق إن شاء الله. مدايح الإمام ومدايح العبريين: الزهد والتصوف، التوبة مثال، الرثاء العلامة محمد مسعود البوسعيدي كما ذكر الأستاذ الخلفان، والوصف الجراد، قصة الجراد، ونذكرها للطرفة. قال في جراد أصاب أهل فرق: يا أيها القمل المعروف بالعطب، ماذا دعاك لأكل الحرث والنشب؟ أرسلت جندا من الرحمن مؤتمرا، أم جئت معتديا في ظل مغتصب؟ فقالت: الله، ما قد جئت معتديا في زي قوم، ولكن جئت بالطلب. لما أكلتم أبي أيام صولتكم، أكلت حرثكم وأخذا بثأر أبي. الوصف ذكرناه الغزل، وكان لا تخلو قصيدة حتى في الفتوحات يبدأها دائما بافتتاحية غزلية. المحور الثاني: الخصائص الشعرية للشاعر. مثلا استخدام اللغة العربية البسيطة التي يسهل على الغالبية فهمها مع تطعيمها ببعض الكلمات التي تحتاج إلى معجم تقريبا، وذكروها 3 مرات: هذا البشائر تترافس قياساقي، من سيف أجفانها من رمح إقامتها أصبحت ما بين ضراب وزراقي، يحمي أراقمها ترياق ريقتها منهن لسعي وذاك الريق ترياقي، فما أبالي إذا شالت عقاربها لسعا بقلبي وبي من ريقها راقي. يعني هي قصيدة مفهومة معانيها، ولكن بعض المفردات تحتاج إلى معاجم. 2، التأثر بالقرآن في مفرداته وقيمه وقصصه، مثل تأثره بقوله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، يظن العدو بنا أننا قتلناهم وهو القاتل، رمينا ولكنه قد رمى، ونفعل ولكن هو الفاعل. أم إصباح زيت في زجاجة أنفس بمشكات حبر في فوق كاغدة يقلى، اقتباس من الله نور السماوات والأرض إلى آخره. كمثل طوفان نوح والقصور به، مثل السفينة تجري فيه جريانا، يشير إلى قصة سيدنا نوح. قوله في رثاء الشيخ محمد مسعود: فمن للسائلين غلة تطوى إذا باب مسعول القفار، ومن لسواه تنتجع المطايا، أقبل الحشر عطلت العشار. ويقول، لحظة أكمل الخصائص الشعرية: أعندكم بقايا من ثمود، ومثل قدارهم معكم قدار، ويشير إلى قدار بن سالف الذي قتل ناقة سيدنا صالح. ذكر بأس العدو لإظهار شكيمة الممدوح، دائما الشعراء يذكرون قوة العدو، لماذا؟ ليظهر قوة وشكيمة وبأس الممدوح الذي انتصر عليهم. ماشي ما قال نقرأ: أتيت إلى نزوة وكانت منيعة حصانا تروق النفس والسمع، وفيها أسود تحذر الأسد بأسها، يقصد العدو، مساعر نار الحرب إذ حرها استعر إلى آخره. ومثلا وقال في مدح الإمام عزاب بن قيس: وجحافلا غادرتها وقبائلا شم الأنوف وسادة الأقيال، وكتائبا كالشم إلا أنها عند الضراب تقلقل الأقبال. جناس الاشتقاق بين الكلمات، وهو أن يجمع بين اللفظين الاشتقاق أو ما يشبه الاشتقاق. مثلا كمثال: كفتوح عمق وهو أعمق، عمق منطقة وأعمق فعل، كفتوح عمق وهو أعمق مطلب، قامت هناك قيامة. وقال في مدح الإمام عزان: عز عزان حين عز الرعية، 3 أفعال فعلين واسم. وقال: زهرت بزهران، وقال: فدانت عقرها من بعد عقر، وقال: أتاها بالسعود لأن فيها فتى حمد، سعود فتى هلال في فتح سمائل.
هذا ابن راشد هذا سالم سلمت. فكان يستخدم كثير جدا في كثير من قصائد الشاعر هذا أسلوبه، التكرار اللفظي في الأبيات كما ذكروا جنود الله هبوا القتال ذكرت تقريبا 7 مرات، معذرة لك ما بالها ذكرت 7 مرات، محسن أنت في الفخار وحيد وتكرر اسم محسن 14 مرة، السقع في أبيات القصيدة، من للقرى من للذرى من للشرى من للديار إذا ده الدهياء من للثناء من للعدى من للقنا من للرقى إذا انخاب ثم رقى، وهناك سقع كثير في أبيات الشعر. المحور الثالث أختم به ما وصلت إليه وما بسم الله الرحمن الرحيم، المتوفر حاليا في كتاب البحث 25 قصيدة ومتوفرة مؤخرا 10 قصائد أخرى للشاعر وربما قصائد أخرى قادمة، أي أن الديوان سيضم بإذن الله تعالى ما يزيد على 35 قصيدة أو 40 قصيدة، سيحتوي الديوان الذي سيرى النور قريبا خلال هذا العام بمشيئة الله على دراسة أعمق لحياة الشاعر وتدقيق وتحقيق أكثر لقصائده. 3، حسب التصور المبدئي للديوان فإنه سيكون على أقل تقدير 200 صفحة، مرحلة منتهية انتهيت لله الحمد من ديوان تقريبا 80% ولو متبقي القليل إدراك القصائد، وجزاكم الله خير والسلام عليكم. هذه الورقة لا يكفيها ساعة ولكن نكتفي بما اشترط علينا، جزاكم الله خير بارك الله فيكم. شكرا أستاذ مصطفى على هذه الدقائق التي طالت قليلا ولكنها أعطتنا مزيد من الإيضاحات حول حياة هذا الشاعر. الآن لدي مفاجأة لكم ليست في حسبان لجنة تنظيم هذه الأمسية، ما رأيكم أن نستمع إلى قصيدة بصوت المر بن سالم الحضرمي؟ طافت بنا لجج الطوفان طوفانا فما تركنا من العمران عمرانا، أنواء غادرنا كثبان الفلا لجج أنواؤه والجبال الشم كثبانا، بها الصواعق تندك الجبال لها والبرق يخطف أبصارا وأذهانا، وكم ديار مشيدات تحملها كأنها بنيت بالماء حيطانا، والظان والمعز كالنينان في لجج لو لم يكن صيدها ظلما وعدوانا، والزرع والحرث في روس الأكام غدا للطير زادا وأوكارا وأوكانا، جزاهم الله منه بالعقوبة إذ رأى فعالهم جورا وطغيانا، يا رب غث واغد واجمع شمل ملتنا حتى نكون لما ترضاه أعوانا، وكون ذا في جمادى أو يؤرخه سيلا تحدر من صبه التانا. جزاك الله خير، شكرا جزيلا للمنشد بدر الحارثي، أوجه له الدعوة الآن ليصعد إلى المنصة. وينك يا بدر؟ نستمع إلى بدر وبعد كذا بيكون التكريم بإذن الله تعالى. في يدينا في يدينا في يدينا في يدينا في يدينا يضيء هذا الزمان، في يدينا يضيء هذا الزمان، نحن فيه السطور والعنوان، إن خطونا فللمكارم نخطو، إن خطونا فللمكارم نخطو، أو نطقنا فللخلود البيان، أو نطقنا فللخلود البيان، نحن إسلامنا عظيم عظيم، لا تداني إسلامنا الأديان، ما عرفنا سوى العدالة نهجا وسوانا دربهم طغيان، في يدينا رسالة الله للناس، في يدينا رسالة الله للناس، شع فيها الوفاء والعرفان. طبعا ونقدم بإذن الله تعالى من قصيدة التوبة
5 أبيات لكي لا نطيل عليكم إن شاء الله. عظيم الذنب يغفره العظيم، ويحلم عن مناويه الحليم. إذا عظمت ذنوبك يا غريم، فقل بعد التضرع يا كريم. فإن الله تواب رحيم. إذا رمت السؤال فسل كريما، تنل من فضله الفوز العظيم. قديما يغفر الذنب القديم، ويهديك الصراط المستقيم. فإن الله تواب رحيم. سل الباري ولا تسأل سواه، من استكفى بمولاه كفاه. فهل لك من حما إلا حماه، إذا شئت الرضا قل يا إله. فإن الله تواب رحيم. وصلى الله من هل الغمام عليه والملائكة الكرام. عليه صلاة ربي والسلام، ومن يك بالنبي له ذمام. فإن الله تواب رحيم. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. إذن مرت هذه الدقائق بشكل جميل جدا. قلت لكم بأنني أراهن على هذا الجمهور الجميل، وقلت لكم أيضا بأن الآتي هو الأفضل. كلما مر علينا وقت، كلما استمعنا وتلقينا ما هو أجمل.